بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا متحدثكم الربان بشر البدران، والجزء السادس والأخير من تصحيحات الخرائط الأدميرالية ضمن سلسلة محاضراتي للملاحة تحت عنوان Badger to Navigation. تحدثنا كثيرا عن ملاحظات البحارة الأدميرالية الرقمية بالحلقة السابقة أو الجزء السابق. اليوم راح نتناول الدخول على هذه الملاحظات أونلاين وكيفية تحميلها والاستفادة منها، وممكن سحبها على ورق في الطابعة المتوفرة عندك في المكتب. كيفية التصفح والبحث على شبكة الانترنت. الحقيقة هناك موقعين حسب ما تناولناه بالجزء السابق، لعله أولها هو الموقع الرسمي لadmirality.co.uk/msi، وهذا من ندخل عليه إن شاء الله. راح ندخل هسه بعد شوي، راح نشوف الخيارات المتوفرة عندنا اللي هي نلقى Admiralty Notes to Mariners Web Search، ونلقى الويكلي Notes to Mariners والNotes to Mariners Blog Notes and Diagrams، وكذلك الأنوال Notes to Mariners والكميوليتيف Notes to Mariners List، وسبق أن بينا هذه الأشياء. والموقع الآخر أيضا من ضمن الجايدنس الإرشادات والتوجيهات اللي استفادينا من عندها من المحاضرة السابقة، أيضا موقع هذا مهم جدا، هو ukho.gov.uk/nmweb-search. ايضا من ندخل في هذا الويب سايت راح نحصل على اربع اوبشنات هي بالحقيقه مهمه بالنسبه لنا، هو البحث عن الخرائط chart number only برقم الخريطه فقط، والحقل الاخر هو chart number ايضا رقم الخريطه مع previous السابق للرقم السابق لNotes to Mariners number بالإضافة إلى السنة، والثالث هو أيضا رقم الخريطة ومحصور between السابق والحالي، التاريخ السابق والحالي، والأوبشن الأخير اللي هو البحث المفرد single Notes to Mariners by Notes to Mariners number for year، تنطي فقط رقم Notes to Mariners بشكل منفرد وتذكر السنة مالها، فأيضا وسيلة للبحث. آمل أن تكون محاضرتي قد وفيت لهذا الموضوع، وسندخل الآن في جوجل سيرش ونحاول أن جوجل سيرش. هنا طبعا جوجل أكيد موجود على حاسبتكم، وندخل في الموقع الأول. بالنسبة لي أنا داخل سابقا لهذا الموقع، فمكتوب باستطعتك أن تكتبه على حقيقته، تأخذ كوبي بيست أو تنقله بورقة وبعدين تكتبه في حقل البحث، ونضغط على هذا الجزء. راح طبعا يظهر عندك خيارات كثيرة،
اللي نختاره احنا النوتس تو مريناس، هذا اللي احنا نحتاجه. طبعا اذا تحتاج انت اي شيء من هذا باستطاعتك، لان هناك خيارات كثيرة باستطاعتك ان تحصل عليها. فاذا احنا ندخل على النوتس تو مريناس ونشوف هذا الجزء. هذا الجزء راح يكون ايضا طبعا هذه الواجهه مالته راح تتفرجون عليها. اللي يهمنا هو اما تريد بحث اسبوعي ويكلي او يومي او فصلي، طبعا فصلي يتناول السنه، يقسمها الى جزئين، اول 6 شهور ينطيها الرمز A وال6 شهور الأخيرة يعطيها الرمز B، وهنا السنوي وهنا للهواة، وطبعا هذه بيانات اللي يوضحها على النوتس تو مريناس، والأخيرة اللي هي الفاكتور أو الفيكتور تشارت، الخرائط الرقمية أيضا لها نصيب هنا في التصحيحات. طبعا هنا مؤشر الويكلي باستطاعتنا ان ندخل السنه مثل ما هو هسه هنا، طبعا احنا في الاسبوع 52 حاليا في السنه، فهو مجهزها باستطاعتك ان تاخذ هذا التاريخ يعني الاسبوع 52 او اي اسبوع انت تريده في السنه يفتح لك هو، وتختار الاسبوع اللي انت تريد تبدي به تصحيحاتك. لنفرض لناخذ مثلا الاسبوع 35، تخلي هنا الاسبوع 35، سوري 35، هذا الاسبوع 35 ما اعرف جاي يصير، وهنا السنة اللي هي 21، او اعجبك ايضا تغير السنة فايضا باختيارك ممكن تختار مثلا سنة 20. نرجع مرة ثانية للاسبوع 35، هذا الاسبوع 35 لسنة 20، بالتأكيد راح يبين لك هذه التصحيحات لهذا الأسبوع، يعني ما قبل 35 لسنة 2020، وهنا الملفات اللي أنت تحتاجها، هذا الفايل نيم وهذا السايز مالته، بس مجرد تأشر عليه وتنطي داونلود. يعني أي طبعا تلاحظ الأرقام الموجودة، أو إذا أنت تحتاجها كلها فإذا تأشر عليها كلها، فمجرد ما تضغط على أي واحد تأشر هنا، نعم، وتنطي داونلود. أنا ما راح أضغط طبعا لأنه راح يحمل وينطيني ملف PDF، وهذا الملف PDF أصبح متناول إيدي باستطاعتي أن أحمله، وكذلك أقدر أسحبه مثلا هنا ايضا، بس مجرد نضغط داونلود راح ينطيني الملف اللي اريده، واذا اريدها كلها فاشرها اشر عليها كلها. ايضا عندنا اليومي الديلي، وهنا لاحظ صدرت التصحيحات لسنه 2022 مبكرا، نعم، ايضا بنفس الطريقه، وهنا ايضا للنصف سنوي، والنصف سنوي ينطي قلنا الجزء الاول ينطي اي رمز اي، والجزء الثاني ينطي بي. لاحظ هنا الجزء الثاني من سنة 21، وهنا الجزء الاول من سنة 21، وهكذا الاي يعني الست اشهر الاولى، والبي للست اشهر الثانيه، فمجرد ما تضغط على اي واحد منهم راح يعطيك داونلود مباشره. الانيوال هنا يتناول السنوي، طبعا سنه كامله،
وأيضا راح تظهر عندك، لاحظ هنا النوتس تو مارينرز اللي هي من 1 إلى 26 لسنة 2021، الملف اللي تحتاجه أنت طبعا باستطاعتك أن تأشر عليه وتحمله. وهنا للهواة بنفس الأسلوب، طبعا الهواة أماكنهم نوعا ما محدودة، أيضا مؤشرة مثل ما لهم نصيب بالكتالوج الخرائط وخرائط خاصة بالهواة. هنا أيضا تصحيحات هذه الخرائط تكون مرفقة ضمن هذا المطبوع الملاح. أما حول هذا المطبوع أيضا باستطاعتك أن تأخذ الجايدنس و يعني تتفرج عليها وتعرف كيفية التعامل مع هذا المطبوع الملاحي. أنا أترك التفاصيل أمامكم لأنه الوقت يأثر على وقت المحاضرة. وهنا الخرائط الرقمية الفيكتور تشارت، هذه أيضا لها نصيب، وهنا أيضا الفيكتور تشارت منطي مصادرها وكذلك الويب سايت باستطاعتك أن تدخل على هذه الويب سايت. هذا ما يخص الويب سايت الأولاني، وتعرفنا عليه كيفية الحصول منه على هذه المعلومات. أما الموقع الآخر واللي هو يكون ukho.gov.uk/nmwebsearch، هذا راح يعطيني الجانب الثاني اللي هو عملية البحث. نضغط على هذا الموقع، لاحظ هنا راح يفتح لي ويب سايت هو أيضا مرتبط معه تماما، وهذا الويب سايت خاص بالبحث على الرقم التشارت. هنا مثلا طبعا الجانب الأول هنا يعطيني الهوم فور سيرش، هذه الإمكانيات اللي باستطاعتك أن تدخل عليها، أي واحدة من هذه تختارها، ينطيك خيارات البحث، وأرجو الرجوع إليها في المحاضرة السابقة واللي تناولنا بها بحث عن طريق رقم خريطة فقط أو حسب رقم الخريطة ورقم النوتس تو مارينرز السابق والسنة، وأيضا رقم الخريطة بين التواريخ السابقة والحالية، والأخيرة اللي هو لواحدة فقط برقم ملاحظات البحارة للسنة المحددة. دعنا نختار النوع الأول، هذا النوع الأول ما علينا إلا أنه نذكر رقم الخريطة. أنا هنا ماخذ بعض الأمثلة، دعونا نبدأ في خرائطنا اللي هي خرائط الخليج العربي 2884 و1235 وكذلك 2265. خلينا نشوف هذه الخريطة ومن ثم نضغط Add. نعم، راح تظهر لي التفاصيل. يقول هنا هذه الخارطة طبعا اللي اختاريناها 2884، منطين العنوان مالها، عنوان الخريطة ميناء الزور تو البصرة اند بوشهر. وهنا أيضا بإمكاننا أن نأشر على التصحيحات المؤقتة والتمهيدية temporary and preliminary notes to mariners هنا، والاختيار راح يكون view selection، هذا نضغط عليه راح ينطيني، راح يحمل طبعا ينطيني التصحيحات. لاحظ هنا الابديتد للويب سايت، هنا الشارت ابديت ريزلت، هذا النتائج ينطيني اياها طبعا مفصله هكذا باستطاعتي ان احفظها. هذا ملف بي دي اف، انزله بي دي اف واسحبه ورق
ومن ثم أتعامل به، أو أتعامل به مباشرة على الويب سايت إذا شفت أحتاج بعض التصحيحات أنزلها. وهذه واضحة، يعني التصحيحات إحنا شرحناها بمحاضرات سابقة. نعم، هذه كل التصحيحات اللي تعني الخريطة 2884. نعم، بإمكاننا أن نغير أيضا الخريطة إلى أي رقم آخر مثل الأرقام اللي اختاريناها 1235. نعم، وأيضا بنفس الأسلوب هنا آد راح تظهر عندي أيضا View Selection. View Selection راح أيضا يحمل بنفس الأسلوب السابق وينطيني التصحيحات المعنية للخارطة 1235. لاحظ أيضا هذه تصحيحات أيضا موجودة، بإمكان الواحد أن ينزلها على الخريطة اللي هو مستخدمها. وعندنا أيضا مثال للخارطة 157، هذه 157 خارج الخليج، هذه الخارطة. لاحظ أيضا، لاحظ هنا أنطاني صفتين، يعني هذا الرقم قد يكون في أستراليا نفس الرقم، أو تريد هذا الرقم العام العالمي. فخلي نضغط على أستراليا، خلي نشوف اللي هو هذا الجو. نعم، واضحة هسه، هنا ظهرت عندي هنا باستطاعتي أيضا أن أشر وأضغط على View، راح يحمل لي التصحيحات الخاصة بهذه الخريطة. طبعا اعطاني الخريطة السابقة هنا، الظاهر الاختيار ما كان صحيح. نشطب هذه الخيارات اللي عندنا. نعم، نشطب هذه الخيارات حتى لا يصير خلط، لأنه نعم هذه الخارطة 157 الآن. نعم، راح يبحث مرة ثانية. نعم، شوف لاحظ هنا ظهرت عندي الخارطة المعنية اللي اختارتها اللي هي في أستراليا، وهذه التصحيحات اللي تشملها هذه الخريطة المتأثرة 157. نعم، بإمكانك أن تجرب العديد من الخرائط وكذلك الطرق اللي أنت تحتاجها، مجرد ما ممكن تختار هنا أو تختار هنا من الهوم، ومن ثم تضغط على أي واحدة من هذه الأوبشنات. أرجو أن أكون قد وضحت جانب كبير من هذه المطبوعات الملاحية المهمة. آمل أن نلقاكم على خير، وشكرا جزيلا لكم. أنا متحدثكم الربان بوتشر البدران، شكرا جزيلا.